القادم روسيا 2018. طبعا في هذه المباراة خلال 94 دقيقة احتسب 25 مخالفة صحيحة إضافة لخمسة إنذارات وتسللين، كل القرارات كانت قرارات صحيحة. طبعا الحالات كانت الحالة الأولى في هذه المباراة حالة الخداع التي مخالفة، كما نلاحظ هنا احتساب ركلة حرة غير مباشرة وبالتالي إعطاء البطاقة الصفراء للخداع قرارا صحيحا، والحكم يمتلك كما ذكرنا زاوية رؤية ممتازة لتقييم المخالفة. الحالة الثانية كانت في الدقيقة الرابعة أو 74، وهنا أيضا كرة مشتركة بين نتيجة سقوط اللاعب دوغلاس كوستا. كما نلاحظ هنا بيكي يصل برأس قدمه، سنلاحظها من زاوية أخرى، إلى الكرة التي يبعدها، وبعد ذلك ترتطم قدم دوغلاس كوستا بقدم بيكي داخل منطقة الجزاء. هنا يستطيع بهذه اللحظة بيكي يلعب الكرة برأس القدم، وبالتالي بعد ذلك طبعا كلا اللاعبين يتعمد أو يقصد أن يدهس على يد المنافس، كانت من خلال انزلاق دوغلاس كوستا وباتجاه الكرة، وأيضا بيكي الذي كان يحاول أن يلحق الكرة. إذن لا وجود لمخالفة وقرار الحكم صحيح بسماية اللاعب دون أي تدخل، وهو أيضا